ملاحظة أو كيف المريض يبدل البطارية. فرضا أنه المريض أجا لك أنه الجهاز طافي، شو بيساوي؟ أو كيف بده يعرف أنه الجهاز طافي؟ بيكبس على كبسة الأم على الفاضي، ما في إشي بيطلع على الشاشة، فشو راح يعمل؟ راح يفك هون من تحت، هاي بزيحها لجنب، وفي كمان غطا جوا. تشرحوا له كيف ببدل البطارية زي ما تعلمنا، وبحط البطارية الجديدة وبسكر ولا بعمل اشي، خلاص بس يحط البطارية الجديدة ويحط الجهاز على جنب. راح يجيب له هون مسج يقول له نيو بيشنت اه او لا، ما يكبسش ولا اشي. برضه هاي مسج ثانية، خلاص هاي كمل التسجيل. في حالة انه طفت خلصت البطارية وبدلنا بطارية جديدة، راح تروح الداتا اللي مكتوبة على الريكوردر، يعني هون البيشنت اي دي راح يكون، راح يطلع يعطيني اصفار ويروح البيشنت نيم، بس هو فعليا مسجل جوا، ولكن لانه طفت البطارية والجهاز طفى فجأة راح الاسم وراح الاي دي، بس هو جوا فعليا مسجل. لما نيجي نسحب الداتا راح يسجلها على نفس المريض اللي خزناه من البداية. فهاي بس تبديل البطارية، ما بيأثر ولا اشي اطلاقا على الجهاز ولا على التسجيلات انها تخلص، ولكن مع ذلك احنا دائما نطلب من المستودعات انهم يوفرون البطاريات النوعية المليحة اللي بتطول، لانه هاي البطارية السوداء العادية التجارية ما بتسجل بالكثير ساعة زمن، بتبلش تعطي لو بطاري وبتعطي مشاكل. فاحنا دائما خلينا نشتغل على البطاريات المليحة زي دوراسيل او انرجايزر او الى اخره، أساس نتجنب إنه نقطع التسجيلات على المرضى أو إنه نطلب منهم يبدلوا البطاريات.